السلام عليكم، مبروك عواشركم باش ما تمنيتوا بالصحة والسلامة، ونتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. اليوم غنبداو حلوة من حلويات العيد، غنشوفوا هاد الحلوة ديال البوق ديال الزمان، البوق أو لادوي. كتجي زوينة بزاف، كتجي كتدوب في الفم وسهلة جدا في التحضير بمكونات بسيطة. فنمشيو على بركة الله نشوفو المقادير. غنحتاجو 125 غرام ديال الزبدة، أنا درت هذه ديال البواطة، ممكن ديرو المارغارين وممكن ديرو الزبدة ديال العبار. غنحتاجو معها 40 غرام ديال الزيت أو ما يعادل 4 كاس ديال العنبة. إذا كنتو غتستعملو الزبدة ديال العبار فغديرو غير جوج معالق كبار ديال الزيت فقط. 40 غرام ديال السكر سنيدة، حتى هي ربع كاس ديال العنبة، وناخدو سنيدة تكون رقيقة، إذا كانت عندكم غليظة طحنوها واحد شوية. وغادي نستعمل هاد الكراميل، أنا كنصوبو في الدار بسكر، كيعطي واحد اللون رائع لصابلي وكيعطيه أيضا حتى التقرميشة. درتو معكم في العيد، إلا بغيتو الوصفة نخليها لكم. وغنحتاجو الدقيق على حساب الخليط، تقريبا واحد 250 غرام ديال الدقيق، وممكن نسمو بالفاني، مسحوق الفاني، او الا ما عندكمش ديروا ساشي ديال الفاني، او الا كان الفاني سائل كذلك يكون احسن. فغادي ناخذ اناء كنديروا فيه الزبده والسكر ونخدموهم. مزيان حتى كينسجموا، ثم كنضيفوا الزيت. وهنا الزبده ضروري تكونوا مخرجينها من الثلاجه قبل بواحد المده باش كتاخذ حراره المطبخ وكتسهل عليكم الخدمه. صافي، ضفت الزيت، خلطت مزيان حتى نسجموا المكونات. ضروري كينسجموا قبل ما نضيفوا الدقيق. هنا زدت واحد شويه ديال الكراميل، تقريبا درت غير معلقه صغيره، غديروا على حسب الذوق ديالكم، هو كيعطي اللون وكيعطي ايضا تقرميشه. وزدت واحد نص معلقه ديال مسحوق الفاني، حتى هو كيعطينا تقرميشه. وهاد الحلوه راه كتجي زوينه بزاف وكتجي كتذوب في الفم. وكنبداو نضيفوا الدقيق بشويه بشويه، ولا داعي اننا نزربوا في هذه المرحله، لان هذه الحلوه ضروري تكون العجينه ديالها طريه، الا جات العجينه شويه قاسحه فما كتنجحش لينا. هي كتجي طريه اكثر من العجينه ديال الصابلي، لان غندوزوها في هذاك البوق او لادوي، فردوا البال هنايا غير بشويه كتجمع، ما تبقاش تلصق باليد. كنجربوا بايدنا اللي ناشفه، الا ما بقاتش كتلصق صافي كنتوقفوا. هنا 250 غرام ديال الدقيق، انا بقى ليا تقريبا منها واحد المعلقه، ما درتهاش كلها. انتما شوفوا القوام، كتجي طريه، عجينه رطبه بزاف، وفي نفس الوقت ما كتلصقش باليد. هذه هي الكميه اللي بقات ديال الدقيق، يعني ماشي كميه كثيره. هنا خديت هاد البوق وغادي نخرج العجينه غير بيدي، يعني بلا لابوش. اي بوق عندكم ممكن استعملوه، غير ما يكونش كبير بزاف. سمحوا لي هنا ما بانش، ولكن الطريقه راه سهله. كنقربوا اللاطه وكنضغطوا على العجين بصبعنا بالابهام، فكتخرج على شكل وريده. هذا هو البوق اللي استعملت. الا بغيتوا تاخذوه خذوا هذوك اللي تيكون فيهم الماتريكول او هذوك الارقام اللي في الجنب، ويكونوا ديال اينوكس، كيكونوا مزيانين. بالنسبه للزين، انا خديت هاد لي بونبون لان ما عنديش فواكه معسله. الى عندكم ممكن تستعملوها، انا خديت هادو دايرين بحال الحلوه ديال البنانه اللي كانت كتباع ايام زمان، اللي كانوا كيزينوا بها هاد الحلوه، ولكن للاسف انا ملي دخلتهم للفران دابوا. فهادو منسمين، فيهم منسمات ديال الفواكه، عطاو واحد المذاق زوين، ولكن المشكل انه دابو ما بقاوش كيبانوا ليا الالوان. هنا بعد ما كنكملوا كندخلوها للفران اللي نكونوا سخناه مزيان من قبل، كندخلوها على حراره مهيله 180 درجه، نشعلوا عليها غير من الاسفل في الاول، كنخليوها حتى كتبدا كتاخذ واحد اللون ذهبي من الاسفل، وكنشعلوا الفوق. هنا زينت بشويه ديال الكوك، وهذا هو الشكل النهائي ديال الوصفة ديالنا ديال اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء مع وصفة جديدة بإذن الله.